متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة نتمناها للجميع. نهار اليوم سادت أحوال جوية غير مستقرة في جنوب المملكة والمنطقة الجنوبية الغربية كنتيجة لاستمرار لتدفق تيارات الجنوبية رطبة قادمة من بحر العرب تعمل على نشوء هذه الغيوم الركامية في تلك المناطق، ويتوقع أن تستمر هذه التشكلات الركامية خلال الأيام القليلة القادمة. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخريطة. لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين، يوم الجمعة تأثرت المنطقة الجنوبية الغربية بأحوال جوية غير مستقرة، هطلت زخات رعدية من الأمطار. خلال هذه الليلة تستمر فرص هطول زخات الأمطار خاصة في منطقة نجران والمرتفعات العالية من منطقة جازان وأبها. يوم السبت بإذن الله تعود وتتكاثر الغيوم الركامية الرعدية في عموم المنطقة الجنوبية الغربية، وتعطل زخات رعدية من الأمطار قد تكون غزيرة في بعض المناطق. يتجدد أيضا هذه الغيوم الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر من يوم الأحد لتشمل عموم المنطقة الجنوبية الغربية وحتى المناطق الغربية منها الطائف ووصولا حتى مكة المكرمة. يوم الاثنين أيضا تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية، بينما تكون الأجواء مستقرة في باقي المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث تكون الأجواء صافية 26 درجة مئوية، الملموس أيضا 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم السبت 37 إلى 26 درجة مئوية، يوم الأحد فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 38 إلى 27، يوم الاثنين استقرار على الطقس لكن ارتفاع على درجات الحرارة، تلامس الحرارة العظمى 40 درجة مئوية، أما الصغرى 25 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.